إتاحة فرصة منطقة حرة تعتبر أكبر الليبيين المحليين في هذه المنطقة بالرقعة الجغرافية الواسعة يعني اللي تعتبر الآن في تطور إنشاء طريق بري دولية مطار دولي منطقة بحري منطقة سودان فنتطلع التعاون مع أي معلومات عن هذه المناطق فاحنا مستعدين بين أوروبا وبين الدول الأفريقية منذ 20 سنة المدن السياحية في ليبيا تتميز مدينة درنا بما ميناء كبير الميناء الوحيد في شمال أفريقيا رئيس الغرفة التجارية والصناعية والزراعية درنا على بركة الله يتم إطلاق منصتي إجراءات ومنصة مكتب دعم التجارة والاستثمار الأورو متوسطية وذلك في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين كخطوة أولى في طريق التحول الرقمي وأيضا ضمن الجهود الرامية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وفتح الأفاق أمام المواطنين لممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية حيث أن منصة إجراءات عبارة عن بوابة إلكترونية تحتوي على بيانات ومعلومات تفصيلية عن الخطوات والإجراءات الإدارية والمالية لبدء أي نشاط اقتصادي بهدف سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح لاختصار الوقت والجهد والتكلفة أيضا بما يتماشى مع القوانين واللوائح النافذة بالدولة الليبية بينما يهدف مشروع آلية تسهيل التجارة والاستثمار الأورو متوسطية إلى تسهيل العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط وعلى رأسها دولة ليبيا ودعم التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية وتبادل الخبرات بين الدول المنخرطة في هذه المنصة وتحليل الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لدعم التكامل الاقتصادي وكذلك الرد على الاستفسارات التي ترد من مستخدمي البوابة الإلكترونية كما توفر هذه المنظومة البيانات اللازمة لمتخذي القرار في الحكومة لتوجيه القطاع الخاص في الاستثمار واتخاذ القرارات الصائبة بشان إجراءات الاستيراد والتصدير والاستثمار وكذلك عند إبرام الاتفاقيات الدولية سواء كان اتفاقيات ثنائية أو إقليمية I have to say that we consider that economic progress and trade progress is an important element of stability. أود التأكيد أن تطور قطاع الاقتصاد والتجارة عنصر أساسي للاستقرار. We believe that Libya has a lot of possibilities ahead. نعتقد أن ليبيا تمتلك الكثير من الاحتمالات النجاح أمامها. It is a country that for the moment is very much based on the oil economy but has the possibility to diversify and needs to diversify. إنها بلد حاليا تعتمد في اقتصادها بشكل كبير على النفط ولكن يمكنها أن تتنوع ويجب أن تنوع اقتصادها. Trade, digital economy are elements that will be precious in the future for the country. الاقتصاد الرقمي سيكون مفيد جدا للحكومة في الفترة القادمة. وللتطور. This economic development has also to reach all parts of Libya. هذا التطور الاقتصادي يجب أن يصل إلى جميع أنحاء ليبيا. We know by our internal experience also in Europe that it is not an easy process to ensure that economic development reaches all the country at the same time and at the same pace. نحن نعلم حسب خبرتنا في أوروبا أن تطوير الاقتصاد صعب. تحقيقه في نفس الوقت وبنفس السرعة لجميع مناطق البلاد. Nonetheless, the importance that the country accords to this decentralization shows that there is a will and an effort will be made in this direction. ولكن ليبيا تظهر جهودها واجتهادها لتحقيق هذا التطور بإذن الله.
The European Union sees that Libya is now at a crucial moment where stability that we are witnessing and that we want that it continues will help very much economic development. ليبيا الآن في نقطة حازمة ويجب عليها تحقيق الاستقرار، وتحقيق الاستقرار سيكون خطوة مهمة جدا لتطوير الاقتصاد. And in turn, this economic development will foster also stability. وبالطبع هذا التطور الاقتصادي سيقوم بدوره بتسهيل عملية الاستقرار. And this stability and economic cooperation will bring even further cooperation from the European Union and other countries, further links and further progress. وهذا التطور الاقتصادي سيجلب تعاون دولي أكثر لليبيا في مختلف المجالات. Today, with expertise France, that is one of our closest partners, we launch two initiatives regarding the simplification of procedures for business creation on the one side and the facilitation of trade and investment, notably in the Mediterranean region. نحن هنا الآن مع خبراء منظمة خبراء فرنسا، أحد شركائنا المقربون، أن نقوم بإطلاق مبادرتين وهما منصتين لمساعدة رواد الأعمال ومبادرة لمساعدة التجارة والاستيراد والتصدير. We are convinced that these initiatives will be fruitful, that will be helpful for the country, for the young entrepreneur, the young people that is going to enter into business and will further develop trade. نحن واثقون أن هذه المبادرة ستكون مفيدة جدا لرواد الأعمال الشباب الذين يريدون دخول عالم الأعمال وعالم الاستيراد والتصدير. And that will be the basis for further cooperation between the European Union and Libya, assisted, of course, with experts of high quality that will always accompany these efforts. وستكون أساس للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وبالطبع التعاون مع المزيد من المؤسسات والمنظمات الدولية. So working together, Libya, expertise, European Union, I think that is the key for a lot of success, and this is really simply what we wish. العمل معا مع ليبيا ومنظمة خبراء فرنسا سيحقق نجاحا باهرا، وهذا بالطبع ما نتمنى. Many thanks, Minister. Thank you very much. شكرا لك. And we have worked with the 12 biggest universities in Libya to develop entrepreneurial curriculum. وقد قمنا بالعمل مع الجامعات الليبية لتطوير منهج يخص رواد الأعمال. And we have also worked for the support of the business environment in Libya. وقد عملنا أيضا لتطوير بيئة العمل في ليبيا. Providing financial support for small and medium-sized companies. وتوفير دعم للشركات الناشئة والمتوسطة، الصغرى والمتوسطة عفوا. Through the development of microcredits. عن طريق تطوير ال عفوا الاقتصاد الجزئي أعتقد. In venture capital. And we also help with the support of the EU developing credits for SMEs in Libya. وقمنا أيضا بمساعدة الشركات في تطوير أعمالها بشكل أفضل. And the steering committee of the European Initiative for private sector development today has taken stock of those progress. قامت اللجنة التيسيرية لهذا المشروع اليوم ب شهدت الإنجازات التي حققت اليوم. And the Minister of Economy and Trade has announced the launch of the two platforms now. وقد قام وزير الاقتصاد والتجارة بإطلاق المبادرات المنصتين. The first digital platform, Hijrat.
أول منصة تدعى إجراءات. Will help Libyan to get access to all the information needed to create a business and invest in Libya. ستقوم بمساعدة الأشخاص الراغبين في بدء مشروع خاص بهم الوصول لكافة المعلومات والخطوات المحتاجين إليها إلى اتخاذها. And with all our Libyan partners, we have designed a user-friendly quality service platform for the Libyans. ومع بالتعاون مع شركائنا الليبيين قمنا بتطوير المنصة لتصبح مساعدة للمستخدم وسلسة الاستعمال. The second digital platform, Euromed Trade Help Desk Libya. المنصة الثانية تكتب مكتب مساعدة التجارة يوروباد. طبعا منصة إجراءات شاركت فيها الهيئة العامة للمعلومات منذ إجرائها أو منذ بداية تأسيسها بين وزارة الاقتصاد ومنظمة خبراء فرنسا تحت إشراف الاتحاد الأوروبي. تسعى الهيئة العامة للمعلومات لوضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي. خطوات التحول الرقمي في أي دولة في العالم أو وفق المنهجيات العلمية أو الحاجة أو أول خطوة فيها يتم بداية بوضع دليل الإجراءات لكافة المؤسسات. كانت سباقة وزارة الاقتصاد في البدء في هذا الموضوع. فمنصة إجراءات هي عبارة عن منصة إلكترونية توضح كافة الإجراءات والعمليات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد لتقديم الخدمات في للمواطن والمؤسسات. المرحلة نعد الجميع أن هناك مرحلة قادمة. المرحلة هذه هي أول خطوات في التحول الرقمي اللي هي مرحلة دليل الإجراءات أو منصة إجراءات هي ستكون لكافة الوزارات ليس وزارة الاقتصاد إن شاء الله. الهيئة العامة للمعلومات ستعمل في المستقبل القريب في إدخال كافة الوزارات وكافة المؤسسات التي تقدم خدمات للمواطنين لتوضيح كافة إجراءاتها حتى تكون منصة أو تكون وجهة أو بوابة ليبية لكافة العمليات داخل الدولة.